فالفيردي الاسم الثاني اللي موجود في برشلونة، انا بقول لكم علشان تاخدوها مني كلمة رسميا دلوقتي او بالليل او بكرة الصبح هتلاقوا على الموقع الرسمي لنادي برشلونة إقالة إرنستو فالفيردي. إقالة في الوقت الحالي لبرشلونة. احكي لحضراتكم القصة حصلت ازاي وليه إدارة برشلونة اتخذت القرار ده في التوقيت ده. في ماتش أتلتيكو مدريد وبرشلونة في السعودية حصلت بعض الهتافات بعد خروج نادي برشلونة من المباراة النهائية، حدثت بعض النداءات جوه الملعب، فالفيردي اوت، فالفيردي اوت. في الوقت اللي كانت اداره برشلونه يعني تابعت ده وشافت ده وشافت ان هو فعلا في مشكله في فالفيردي، ان الناس كلها مش مقتنعه بيه ومحدش اجمع عليه ابدا غير واحد بس هو رئيس نادي برشلونه. رئيس نادي برشلونه بعد ما شاف الموقف ولقى ان طبعا يعني اللي بيحصل في برشلونه نتائج متذبذبه جدا وحصلت بعض الدروبات في مشوار نادي برشلونه، حصل تفكير في الامر. بدأ باجتماع النهارده في نادي في مقر نادي برشلونه واتفقوا على ان كل واحد يرحل ونشوف الامور الماديه وصلت لفين. وبالتالي اداره برشلونه في الوقت الحالي تتفاوض مع ممثل فالفيردي او الايجنت الخاص بفالفيردي علشان يوصلوا معاه لرقم. الرقم ده هو الشرط الجزائي لرحيل فالفيردي عن الفريق. ورسميا بقول لكم على مسؤوليتي ان فالفيردي خارج برشلونه في الساعات القادمه لنادي برشلونة. لكن يا ترى مين هو المدرب القادم؟ هل بوكيتينيو المدرب الأسباني اللي تولى تدريب توتنهام اللي بالنسبة له إسبانيول حاجة كبيرة جدا وأن هو لا يمكن يمسك برشلونة علشان وفاء وعهد لنادي إسبانيول وبالتالي ما تبقاش خيانة؟ ولا برشلونة هيستعين بكومان وكومان يتخلى عن المنتخب الهولندي قبل انطلاق اليورو القادمة؟ كلنا قلنا أن ممكن يكون اخر فالفيردي يعني اخر موسم لفالفيردي عفوا وان كومان ممكن يمسك من الاول. لكن واضح ان فالفيردي جمهور برشلونه واداره برشلونه وغرف خلع الملابس في برشلونه ما حدش حابب فالفيردي ولا حد حابب ان فالفيردي يكمل. لكن زي ما بقول لحضراتكم انتهى السوبر الاسباني بحلو ومروا ان ريال مدريد فاز باللقب. مروا ان فالفيردي مشي من إدارة برشلونة الفنية وبرشلونة في انتظار الاسم الثالث ما قلتوش تشافي هرنانديز. ما ننساش الاسم ده، واحد من أعظم اللعيبة اللي جم في تاريخ برشلونة اللي أنا أعتقد بيمر بتجربة ناجحة جدا في الخليج العربي علشان يكون أحد الأسماء المرشحة لقيادة برشلونة في الفترة اللي جاية.